السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفيديو على الطريقه ديالي اللي كندير باش كنشعل المجمر يعني الفاخر، باش واحد الطريقه اللي هي سهله. دابا اكثريه ديال كاين بعض البنات اللي ما كيبغيش يشعل لهم المجمر دغيا وكيتعذبوا فيه. غنوريكم الطريقه ديالي، ربما تنفع بعض الاخوات المبتدئات. الطريقه البنات هي كنجيبوا واحد الشوايه، تكون عندكم قديمه شي شويه، المهم شوايه اللي كن شوايه مهم ولا هذيك اللي كتستعملوا رجعوا غسلوها من بعد. كندير فيها واحد الطريفات ديال الفاخر، الطريفات اللي تيكونوا مخشبين، ماشي دوك الطوال، دوك الطوال كيطلقوا الدخان. كديروا دوك الطريفات اللي هما شويه هكذا مخشبين، تيجيو هكا فيهم بحال خشيبات. وغادي نخليوه دابا فوق البوطه يعني غادي يشعل فيه شي شويه ونرجعوه للمجمر ونكمل معاه. البنات كاين بعض الاخوات اللي عندهم هاد المربعات هادو اللي كيتباعوا دابا، اللي كنديروا فيهم كنشعلهم بالبريكه وكنديرهم فوس منه، ولكن الريحه ديالهم انا كتهلكني، ريحتهم جهده بزاف. كنفضل هاد الطريقه اللي وريتكم انا دابا، وفاش غنكمل معكم غادي تشوفوا بان غادي يشعل دغيا وما غاديش يشد ليا الوقت. صافي البنات، من بعد ما صافي شد فيه داك العافيه كيبان لكم داك الفاخر بدا كيتحمر، دابا غادي نردو في المجمر ونرجع معكم. المرحله الثانيه البنات اللي كنستعمل انا وهي هاد الفرفاره او الرياحه اللي كما كتسميوها نتوما. المهم انا كنشعل الفرفاره وكنقلبها، كندورها هكذا وكنهبط لها وجهها مع المجمر دغيا كيزند. انا غنوريكم الطريقه كما شفتوا. دابا انا شعلتها كنميلها هكذا على المجمر كما شفتوا البنات. ها نتوما ملي كنديروا الرياحه دغيا كتشعل ديك الشعله ديال الفاخر، وهكا دغيا كيزند. لان هاد الشعله هي اللي كيديروا الناس عليها الرابوز، ولا كيديروا كاين اللي كيدير السوشوار، ولا خصك تخرجيه للشارع برا يعني باش يضربوا الريح. انا غير في الكوزينه كندير هكذا، ولكن كنفتح الشرجم. وحاولوا الا عندكم شي ريدو ولا شي حاجه كحزوه باش ما تقيسكمش ديك الشراره ديال العافيه. صافي هكذا كندير غير واحد خمسة ديال الدقائق، صافي المجمر كله كيشعل وكنبدا الشوا ديالي. صافي البنات كما شفتوا هو المجمر، صافي طفيت عليه الفرفاره وهو كله زاند. وهاد الطريقه هذه راه ما كاملتها خمسة دقائق يعني، وكيكون المجمر ديالكم دغيا واجد باش تشويو. كنتمنى ان شاء الله هاد الطريقه ديالي، ربما كاين البنات اللي كيعرفوها كاين البنات اللي ما كيعرفوهاش. وكنقول لكم عيدكم مبارك مسعود، ويدخل عليكم ان شاء الله بالصحيحه والسلامه، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. بسلام عليكم.